عشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. في ملتقى البنك الدولي بتونس رئيس الحكومة يؤكد العمل على الاستثمار في رأس المال البشري والقيام بالإصلاحات لدفع نسق النمو. ترتيبات لإحداث وكالات التصرف في الخدمات الحضرية لمزيد إضفاء النجاعة على تنفيذ المشاريع البلدية. مخزون المياه في سدود تونس يقارب 50% من طاقته الجملية، والشروع في إنجاز برنامج تغذية المواد المائية الجوفية اصطناعيا بعدد من المناطق. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. شهد مفترق سيد عمر من ولاية منوبة وعلى مستوى مقبرة المكان حوالي 10 ليلا إطلاق نار في السماء مصدره سيارة تجاوزت دورية أمنية قارة من قبل مجهولين كانوا متنها. ومعنا مباشرة عبر الهاتف العميد سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيد العميد أهلا بك. بداية، هل من إصابات في هذه الحادثة وما هي ملابساتها، وهل تم الكشف عن هوية السيارة وإيقاف ركابها؟ نحب نأكد قبل كل شيء أن العملية ما عندها حتى علاقة بأي نوع من أنواع الأعمال الإرهابية. العملية تتمثل في أنه سيارة تجاوزت المفترق أنت سيد عمر من نوبة، ثم تم الاستماع إلى صوت يشبه إطلاق نار من بندقية صيد. تم أخذ رقم السلسلة نتاع السيارة وبثها للتفتيش وتمشيط المكان من طرف الوحدات الأمنية. حاليا الوحدات الأمنية موجودة على عين المكان ولم تسجل أي إصابة أو أي حدث أو أي إطلاق نار مباشر في اتجاه العوائل. العميد سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر الآن، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال حوار لقناة خاصة الليلة أنه صارح التونسيين منذ توليه الحكم في 16 والفين أن تونس في وضع صعب، وأن الأوضاع المالية ستتحسن في أفق سنة 2020 بفضل إرادة التونسيين. كما تطرق رئيس الحكومة في حواره إلى الإجراءات المتخذة لتوقيف نزيف عجز الميزان التجاري، كما علق خلال الحوار على علاقته بالنهضة واتهامه بالموالاة للحركة والتحالف معها، قائلا أن الصندوق هو الذي مكن حركة النهضة من الوصول للحكم بعد أن انتخبها الشعب. وبخصوص إضراب 17 من جانفي المقبل، علق رئيس الحكومة بقوله أنه لابد من تغيير العقلية وعودة الإنتاج والإنتاجية قبل المطالبة بالزيادة حتى تتمكن الدولة من الحصول على الموارد. أكد رئيس الحكومة يوسف شاهد عمل الحكومة على الاستثمار في رأس المال البشري والقيام بالإصلاحات لدفع نسق النمو خلال ملتقى موضوعه الاستثمار في رأس المال البشري لمواجهة متطلبات المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النقطة التي أكد عليها تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 19 و2000 المتعلقة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنها من أولويات الحكومة وضمن مخططاتها التنموية، وذلك من خلال إقرار الإصلاحات والتشريعات الضرورية ذات العلاقة على غرار قطاعات الطفولة والمرأة والتعليم والصحة. تم العمل بالتوازي على تحسين جودة التعليم والتكوين بالأساس من خلال دعم الاستثمارات في مجال التكنولوجيات الحديثة وتوفير مستلزمات التعليم عن بعد وتكريس الوسائط المتعددة وتعميمها تدريجيا على كل المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني. تم إصدار ومراجعة جملة من النصوص الترتيبية والتشريعية شملت مجالات تنظيم مصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للصحة والأنظمة الأساسية والمجالس واللجان الفنية، وكذلك منظومة المؤسسات والمهن الصحية الخاصة والتجارب الطبية والبحوث ونظام الدراسات الطبية. إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني، انطلاق في العمل على مستوى تأهيل الشباب عن طريق خاصة المهارات، استكتساب المهارات التكنولوجية، وأيضا دعم أيضا استعمال التكنولوجيا في حتى المرحلة الابتدائية.
الأقسام التحضيرية، وعندنا برنامج هام مع البنك الدولي حتى نوسع الأقسام التحضيرية. مجموعة البنك الدولي أشارت بدورها إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الهامة في تونس، خاصة مع ما تعيشه البلاد من وضع اقتصادي دقيق. كما أكد البنك الدولي أهمية الانفتاح على القطاع الخاص الذي يمثل المحرك الاقتصادي خلال هذه المرحلة. المؤشرات في 2019 ما هيش إيجابية، لازمنا نكون حاضرين للشيء هذايا وحذرين منه، لأنه يعني إذا كان نقعد وإحنا من غير ما ندخل في الإصلاحات هذه اللي هي لازمة، ولازمة البارح مش غدوة، البارح إذا كان ما ندخلوش في الإصلاحات هذه وإذا كان ما نسرعوش فيها يعني باش تكون عندنا صعوبات كبيرة. حكومة قاعدة تحاول، حكومة قاعدة، لكن لازم نمشي أكثر من هكا وأسرع من هكا ويمكن أعلى من هكا. وقد اختار البنك الدولي تونس لتقديم تقريريه حول التنمية في العالم لسنة 19 و2000 والإطار الجديد للتعليم والتربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقرير يعني مؤشرات ماهيش ما تفرحش، ومانيش نحكي على تونس بركة، نحكي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يخص التعليم نشوفوا احنا اليوم اللي المنطقة مازالت ما وصلتش، ما خداتش بعين مش المستوى اللي لازم تكون فيه. ومن بين التوصيات التي قدمها البنك الدولي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الحماية الاجتماعية في مجال التنمية وبناء المهارات الأساسية وتحديث علم التربية والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال التعليم. دراسة الترتيبات المؤسساتية والقانونية لإحداث وكالات تعزز العمل المشترك بين البلديات وتضفي النجاعة والسرعة على تنفيذ المشاريع وإزاء الخدمات موضوع ملتقى يهدف إلى إرساء المركزية. افتقار عديد البلديات للموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ مشاريع رصدت لها استثمارات تهم المواطنين كان وراء التفكير في إحداث وكالات التصرف في الخدمات الحضرية. إيجاد الوكالات لتأخذ لتأخذ المكان، وإنما لتؤسس لتسيير هذه الإنجازات ومراقبتها وتنفيذها للجدوى الاقتصادية، وخاصة هي بلديات صغرى يجب أن تعمل في إطار التشاركية بين البلدات. ونحن نؤمل أن يتم تركيز هذه الوكالات إلى نهاية هذه السنة على القليلة 4 أو 5 وكالات خاصة في المناطق الكبرى أو للمناطق خاصة الداخلية. إحداث الوكالات التي ستجمع بين بلديتين أو أكثر في إنجاز المشاريع وإزداء الخدمات سيمكن من تحقيق نجاعة من حيث الضغط على التكلفة. رفع الفضلات المنزلية وتثمينها، الكلفة متاع الطن في تونس الكبرى تقدر ب 100 دينار، ولو كانت هناك انترنت كوميناليتي لكان الثمن في الشطر 50 أو 30 دينار باعتبار ليكونومي دي ليشير، وباعتبار وما عادش تدخل طول تراكتوبيل طول تراكس طول بيفانتاسوس تولي مجموعة صغيرة ومرتبطة بأشكال أخرى في التعاون. إحداث الوكالات سيتم بدعم من عديد الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي انطلق بتجربة نموذجية في جزيرة الجربة. اللي تحقق الآن أن عندنا خطة اتفق عليها 3 البلديات، واللي الآن بدينا ننطلقوا في بعض الأشغال منها فيما يخص ما نسميه الادابتاسيون شونجمون كليماتيك، مشاكل ديال ارتفاع مستوى البحر والحلول اللي يمكننا نعملوها، وعندنا تجارب الآن في جربة أصبحت تنجح، منها كذلك واحد الطريقة لتتبع المعطيات نتاع ارتفاع مستوى البحر بجربة، ومنها أول مخطط للأوربانيزم اللي غادي يكون يأخذ بعين الاعتبار إشكالية التغيرات المناخية. يذكر أن وفقا لما جاء بالفصل 285 من مجلة الجماعات المحلية فإن الدولة تمتع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية، وذلك في إطار التحفيز على العمل المشترك بين البلديات. تحسبا لأي إطار مناخي ولتحسين التصرف في الثروة المائية، أعلن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي تشييد عديد السدود عبر جهات تونس.
التفكير في الصيغ الجديدة للتصرف في الموارد المائية خاصة لمجابهة الكوارث الطبيعية والتحديات المناخية تم اليوم من خلال تقديم دراسة استشرافية لقطاع الماء في أفق 2050 لتحديد حاجيات كل القطاعات للموارد المائية بحضور عدد من ممثلين عن وزراء وجمعيات وخبراء عاملة في قطاع الماء. اليوم انطلقنا في تجربة جديدة اللي هي تغذية الموارد العميقة، وإحنا في بن عروس في مرناق توا قاعدين نشحن في الماء من السدود. أيضا بالنسبة للقروان باش نعمل 10 ملايين متر مكعب باش نشحنها في الماء اصطناعيا إضافة إلى التغذية العادية اللي تصب المطر. عندنا في قفصة تقريبا شحن 10 ملايين عن طريق سدي سيدي عيش والكبير. عندنا في بنزرت انطلقنا في 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 رأس الجبل. وقد أعلن عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عن إنجاز العديد من السدود بمختلف الجهات التونسية للتصرف في الثروة المائية وتحسبا لأي طارئ مناخي. اليوم عنا ينجزوا، عنا سد القلعة ينجز، عنا سد دويميس اللي هو في بنزرت، عنا السد الثالث ينجز الملاق العلوي ثلاثة، وعنا زوز انطلقوا في الأيام القليلة القادمة اللي هو سد السيدة وسد تعلية سد بوهرتمة. إضافة إلى هذه ثم زوز سدود أخرى اللي هي سد تاسة وسد خليد، هذول تقريبا تخدين التمويل نتاعهم. وقد تم خلال هذا المنتدى الإعلان عن تقديم هبة من البنك الألماني للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة ما يقارب 10 مليارات. لقد قمنا مؤخرا بالتفكير في عملية تحويل المياه القادمة من الشمال إلى الوسط والجنوب لتحقيق التوازن المائي في جميع الجهات التونسية. المحافظة على الموارد المائية تبقى رهينة نشر الوعي وتغيير الممارسات والعادات في التصرف في الموارد المائية واستعمالها في تونس. في أخبار العالم، ما زالت تبعات قرار الرئيس الأمريكي بسحب قوته المنتشرة في سوريا ترمي بظلالها على الساحة العالمية، حيث دفع هذا الخيار بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها ومراجعة سياستها في المنطقة. تداعيات القرار الأمريكي المفاجئ بسحب الجنود المنتشرين في سوريا تتتالى وتعاد معها عملية خلط الأوراق بشكل خاص بين الأتراك والأكراد. ففيما كانت الأنظار تشد إلى الحدود السورية التركية، حيث توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية واسعة في الشمال السوري تنهي وجود ما يسمى بوحدات حماية الشعب الكردي وفلول تنظيم داعش الإرهابي. اليوم وبعد القرار الأمريكي خرج الرئيس التركي ليعلن تأجيل هذه العملية العسكرية والتركيز في قادم الأيام على وضع الخطط اللازمة للقضاء على عناصر داعش الإرهابي. قرار التأجيل أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو أنه اتخذ لتجنب ما أسماها بالفوضى والنيران الصديقة في ظل انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. القرار التركي الذي جاء بعد تنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع مسؤوليها العسكريين حظي كذلك بإشادة روسية وترحيب إيراني، وهو ما يحيل إلى إمكانية بروز توازنات جديدة في المنطقة قد تجني كل من أنقرة وطهران ودمشق ثمارها عاجلا أو آجلا، وأثار جدلا واسعا من قبل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. في المقابل، ما يعرف بقوة سوريا الديمقراطية التي ستفقد بانسحاب القوات الأمريكية سندا وحليفا قويا، أعلن مجلسها اليوم في ندوة صحفية بفرنسا أنه قد يضطر إلى سحب قواته من المعركة لحماية حدوده في حال وقوع هجوم تركي. ودعا رياض درار عضو المجلس دعا فرنسا التي تنشر حوالي 200 عنصر من قواتها في المناطق الكردية إلى لعب دور أكثر فعالية في سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجددت الاحتجاجات في بعض مدن السودان، حيث أطلقت شرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين في مدينتي أم درمان وعطبرة وولاية شمال كردوفان. وأفادت مصادر إعلامية بأن مئات الأشخاص خرجوا في مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم ملددين بسياسات الحكومة. في غضون ذلك، أعلنت السلطات في الخرطوم تعليق دراسة حتى أجل غير مسمى، واتهمت من وصفتهم بالمندسين بإبعاد المظاهرات السلمية عن مسارها وتحويلها إلى نشاط تخريبي. وفي الثقافة، نقف عند معرض تونس للأداب والكتاب الذي يحتضنه شارع الحبيب بورقيبة. بين صفحات
الكتب على اختلاف لغاتها أو دور نشرها يتجولون في ثنايا معرض مدينة تونس للآداب والكتاب في دورته السابعة، هنا حيث يعرض 50,000 عنوان لسبعين دار نشر تونسية. بادرة خرق العادة لأن جات في الوقت العطلة، لأن التلامذة مرتاحين وحتى بعض الموظفين ماخذين عطلة باش يشوفوا ويتمعنوا حاجة باهية. فما برشا حاجات، أما فماش مثلا فما برشا كتبات، أما لازمك تختار. فما واحد فينجم أنت والمطالعة اللي تحبها. لوجه على قصة حليمة باش نقراها في الدار باش نستفيد منها. نحب على القصص، مغرومة بالقصص برشا والكتاب بنتي. إن شاء الله إن شاء الله نلقى اللي يعجبني. نحب القصص ونهوى الكتاب. معرض للكتاب يؤكد المشرفون عليه أهميته في مزيد تقريب الكتاب من القارئ، خاصة وأنه يتزامن مع العطلة المدرسية. وحبينا نخلق من هذا الشارع الرمزي فضاء ومدينة للكتاب والأدب، واللي المعرض يضم تقريبا جل دول النشر التونسية، والهدف نتاعنا هو تقريب من القارئ، تقريب الكتاب من القارئ وإعادة الكتاب إلى نهر المعارف. التونسي هو قارئ على عكس الإحصائيات والتقديرات اللي سمعنا بها واللي شفناها، أنه يكفي أنك باش تجيب له الكتاب يجي ياخذه ويقراه. هذاك علاش احنا ماذا بينا هذه التظاهرات بطبيعة تكون متوفرة، هذه المعارض أيضا مش نواصلوها داخل الجهاد. خلق فضاء آخر عام مفتوح في الساحة العامة في شارع بورقيبة لتقريب الكتاب التونسي إلى القارئ إلى مختلف شرائح الاجتماعية. معرض تونس للآداب والكتاب يعرض الكتب بتخفيضات مختلفة في شارع الحبيب بورقيبة ليتواصل حتى 5 جانفي القادم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. في ملتقى البنك الدولي بتونس، رئيس الحكومة يؤكد العمل على الاستثمار في رأس المال البشري والقيام بالإصلاحات لدفع انساق النمو. ترتيبات لإحداث وكالات التصرف في الخدمات الحضرية لمزيد إضفاء النجاعة على تنفيذ المشاريع البلدية. مخزون المياه في سدود تونس يقارب 50% من طاقتها الجملية، والشروع في إنجاز برنامج تغذية المواد المائية الجوفية صناعيا بعدد من المناطق. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي نقطتها. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.